ضمن فقرة كتاب لهالأسبوع واللي هي بالتنسيق مع دار أشات أنطوان، رح نحكي حول خصوصية شيرلوك هولمز بأدب الجريمة، وهيدا لمناسبة صدور رواية بيت الحرير للكاتب البريطاني أنتوني هوروفيتس، وهي رواية تنتمي إلى أدب الجريمة، وحيث البطل اللي بيحاول فك اللغز هو شيرلوك هولمز، ونقلها إلى اللغة العربية المترجم سعيد العظم. بصيرنا نستقبل معنا اليوم أدونيس سالم المتخصص بالترجمة واللي بتعتمده دار أشات أنطوان بتعريب الكثير من الروايات. أهلا وسهلا فيك أدونيس. أهلا وسهلا أدونيس. شو هي خصائص تعريب الرواية؟ يمكن الأفضل نحكي عن خصائص التعريب ككل، انطلاقا من مسلمة أساسية أنه اللغة العربية هي لغة الأدب. مشان هيك لما بيكون في عنا ترجمة أدبية بتكون على طول أسهل. اللغة العربية مليانة بالمفردات، مليانة بالصيغ الأدبية، مليانة بالصور. أوكي. طبعا الإشكالية الحقيقية بتخلق وقت اللي بيكون في عنا ترجمة علمية، وقت اللي بيكون في عنا ترجمة أفكار عليا، ترجمة علوم، ماتيماتيك، فيزيك، في كلمات معينة ما فيها نطلع منهم. صح. وهون المشكلة هي عدم لحاق اللغة العربية لحد اليوم بالركب العلمي وبالمصطلحات الجديدة. عم نضطر أوقات نفوت على اللغة العربية مصطلحات أجنبية. طيب أستاذ أدونيس، إذا بدنا نحكي عن هذا الكتاب تحديدا، قديش كان في أمانة بنقل الأفكار وبنقل هالقصة من اللغة الإنجليزية للغة العربية؟ طبعا مثل ما سبق وذكرت، الرواية تبقى دائما أسلس من ناحية النقل، والأمانة فيها بتبقى أصح. لا شك أنه نحن عم نحكي عن رواية كتبت بلغة إنجليزية تقليدية، هي قريبة من عقولنا، قريبة من القراءات يلي نحن تقريبا من 100 سنة بالشرق عم نطلع عليها، بعيدا عن المصطلحات الجديدة العلمية يلي دخلت بعالم الكمبيوتر، يلي دخلت بعالم التحقيق الجنائي، واللي بعد اللغة العربية ما اتفقت هي وياها كليا. يعني هيدا الشيء إذا بدنا نقول بسهل عملية الترجمة. بسهل عملية الترجمة، نعم. إلى حد ما طبعا نبقى قدام مهارة المترجم وقدام قدرته على يكون وفي للنص الأصلي. قريت الكتاب أستاذ أدونيس؟ تخيلي جيت من دون ما اقرا الكتاب، لانه انا بصراحه شارلوك هولمز كثير بحبه، فكيف اذا كان هو بطل لروايه معينه فعم بتخيل انه الحبكه مفروض تكون جدا حلوه. ما بعرف انت بدك تعطيني رايك. مش لحالك بتحبي شارلوك هولمز، شارلوك هولمز في اجيال ربيت عليه. صحيح. اكيد. طيب خلينا نحكي عن بيت الحرير اللي هي روايه جديده ضمن اصدارات أشات أنطوان. شو خصوصيه شارلوك هولمز بادب الجريمه؟ يبقى شارلوك هولمز على طول الملهم الاول لكل كتاب الروايات البوليسيه بالعالم، لكن بيتميز عن غيره. من مش بس بيتميز على غيره، عن غيره هو الملهم. كلمه الملهم استخدمت بالمعنى الحقيقي. يعني اذا بنطلع على كل البرامج تبع التحقيق الجنائي الامريكيه الفرنسيه كلهم بينطلقوا من شيرلوك هولمز انطلاقا. هي واحد. اثنين، شيرلوك هولمز هو سيد التحليل الجنائي البارد الجاف البعيد عن اي عاطفه نهائيا. هدفه الحقيقه، لا يسعى الى الحقيقه حتى لما بيغوص بالتحليل النفسي بقلب الروايات تبعه، انما بيفعل ذلك فقط بهدف الحقيقه، الوصول للحقيقه، بهدف الوصول للحقيقه. كمان من مميزات شيرلوك هولمز انه يلي نحن صرنا نعرفه من خصوصيات التحقيق الجنائي الجديدة، التقنيات، فحص السموم، فحص الدم، فحص المختبرات، هيدي كانت ببدايتها من أوائل القرن العشرين وقت اللي كتب عنهم كونان دويل. مشان هيك بيّن شيرلوك هولمز بهذيك المرحلة رائد مستشرف بهالتقنيات الجديدة يلي اليوم صارت لنا شغلة عادية جدا. وطبعا طبعا تبقى الخصوصية الأهم لشيرلوك هولمز أنه سيد التشويق يلي صحيح. بيترك القارئ للحظة الأخيرة، ايه؟ للصفحة الأخيرة أوقات مقطوع النفس. طيب بيت الحرير. بيت الحرير، بيت الحرير شو بدك تقلنا عنه؟ بيت الحرير هو أول شيء قصة بقصتين أو قصتين بقصة. يعني الكاتب دمج موضوعين وتقريبا بعيدين عن بعاد عن طريقة شيرلوك هولمز التقليدية، بالإضافة إلى حل اللغز، بالإضافة إلى التحقيق الجنائي البارد، بيطرح إشكالية الفقراء
الأطفال الفقراء بلندن بنهاية القرن التاسع عشر يلي كانوا عايشين بالعالم السفلي تبع لندن، يلي كانوا متروكين للجريمة، يلي كانوا متروكين للسرقة. ومن جهة تانية بيتحدث بشكل كان واضح جدا عن الأسرار السوداء المظلمة يلي معششة بقصور أصحاب النفوذ بقلب لندن، وقديه كانوا مستعدين يستميتوا لما تنكشف أسرارهم وصولا لارتكاب الجرائم. هنا عم نحكي للوصول للحقيقة عطول، للوصول للحقيقة. طب أدونيس، ليش اختارت جمعية كونان دويل يلي هو الكاتب البريطاني الأصل يلي ابتكر شخصية شارلوك هولمز أنه تورث هالشخصية إلى الكاتب البريطاني أنتوني هوروفيتز؟ بالواقع في أكثر من شخص قبل هوروفيتز جربوا يكتبوا قصص عن شارلوك هولمز. من بعد ما مات كونان دويل صار في مأزق، مين بده يعبي هيدا الفراغ؟ حاولوا كتير وكانوا يلتجوا لأساليب ضعيفة، يعني ياخدوا عدة شخصيات من القصص القديمة يحاولوا يعملوا تأليف بيناتهم ليوصلوا بقصة جديدة، وغالبا ما كانت تطلع قصصهم مبتورة، ما كانت تطلع منا زابطة، إلى أن اجت الهدية لجمعية كونان دويل اللي اسمها أنتوني هوروفيتز. ليش الهدية؟ واحد، لأنه كاتب بريطاني عم يكتب بلغة كونان دويل، عم يكتب باللغة الفيكتورية، يعني الكلام اللي كان يستخدمه شارلوك هولمز كونان دويل بكتابات شارلوك هولمز. اثنين، هو بيقول عن حاله أنتوني هوروفيتز انه مدمن شارلوك هولمز من وقت اللي كان عمره 9 سنين 10 سنين، بلش بقراءته في كتب قراها 5 مرات 6 مرات 10 مرات ما كان يوقف عنها. وطبعا ما بنقدر ننسى خبرة أنتوني هوروفيتز الشخصية بعالم الرواية البوليسية. هو كان كاتب تلفزيوني، اقتبس عدة روايات لإركول بوارو أغاتا كريستي، كمان كان كاتب لقصص جواسيس أطفال لأليكس رايدر، وقدم حلقات تلفزيونية كتير إلى علاقة بأدب الجريمة، مشان هيك كان هو الاختيار الأفضل. طيب شو هو فإذا نزاع القضائي حول شخصية شارلوك هولمز؟ الحقيقة هو مش نزاع، مش قضائي، الحقيقة هو كان الاختلاف حول من يرث هالشخصية، مشان هيك إجا أنتوني إجا مين يحل هيدا الموضوع الأفضل. يعني صح. أوكي، بخصوص بيت الحرير، على كل حال عم نشوف هو كم صفحة تقريبا باللغة حوالي العربية؟ 300 باللغة العربية، حوالي 320 صفحة. باللغة الإنجليزية فرق يعني؟ أقل شوي. أقل شوي طبعا، اللغة العربية فيها عربية فيها مفردات متوسعة يمكن أكثر من اللغة الأجنبية. طب ليه تعتبر هالرواية مغامرة غير عادية بالنسبة لروايات شارلوك هولمز أو مغامرات شارلوك هولمز؟ لأنه شارلوك هولمز يلي بنعرفه نحن هو المحقق الجاف يلي ما عنده عاطفة، يلي لا يسعى إلا إلى الحقيقة لو شو ما كانت الحقيقة. هون عم لقي بعد آخر بنمط الكتابة، وهيدا فعلا المساهمة يلي قدمها أنتوني هوروفيتز لشخصية شارلوك هولمز. عم نشوف قدامنا شخص عم يتأثر عاطفيا إذا شاف طفل مقتول، عم لقي شخص عم يتأثر عاطفيا إذا شاف صديقه وعم يتعرض لخطر معين. حتى هو الكرونيكلر، يعني كاتب سيرة شارلوك هولمز يلي اسمه دكتور واتسون، وهو أحد شخصيات الرواية الأساسية يلي بلازم على طول شارلوك هولمز، في عنده ناحية عاطفية، عم يتذكر كيف شارلوك هولمز هو السياق اللي كتبت فيه الرواية. هو من بعد ما مات شارلوك هولمز ميتة طبيعية، هالرجل كان بمأوى العجزة وحب يكرمه بكتابة القصة تبعه، بس قال انه المجتمع الانجليزي بهيداك الوقت ما بيقدر يتحمل هالكم من الأحداث ومن الأشياء اللي بتهدد النسيج الاجتماعي الإنجليزي، فقرر يخبيها 100 سنة. هالناحية العاطفية للحديث عن المجتمع الإنجليزي، للحديث عن شخصية هولمز، عن تأثره، هيدي هي اللي نقدر نسميها المغامرة، هي للحقيقة مغامرة للقارئ. أدونيس سالم، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك بفقرتنا لليوم، بحلقتنا لليوم من ببيروت.